السلام عليكم. حبيت نبدأ ساعة عن بتيت ريمارك بالنسبة للفيديو اللي خرجته البارح، ما عملتش حتى تعليق عليه، جيت عليت لكم ديريكت الأخبار متاع كندا، يحكيوا على ترابل سير اللي جاو لهنا لموريال، من النمبر متاعهم 10، فيهم اللي جاو بالباسبور دبلوماتيك، فهم اللي جاوا بالكارت ريزيدونس. اللي جاب بالكارت ريزيدونس هو معروف ظاهر، شكرا تعرفوه، سخر ماطري، خاطر مش بذكاء عمل ريزيدونس بيرمانونس لهنا، بيرمانونت لهنا سيك قرا قبل ما يعرس بنت السرق، قرا لهنا بو بعثو لهنا، قرا لهنا عمل دوموند ريزيدونس، دونك عنده وراق نتاع هنا، بعد عمل كيعرس عمل لها باريناج، دونك خذات مرتو خذات الوراق نتاع هنا عند ريزيدونس، وزيد بنتو مولود هنا دونك عندها سيتوينتي، ويحب بيان سور الاخرى باش تزيد تولد لهنا دونك عندها سيتوينتي. بالنسبة للاخرين اضطردوا كالكلاب، براما اخواتها اختها معناتها بنات الزين الاخرين ورجالهم معاهم، ظهر واحد من الترابلسية هو مرتو وبناتو، زادوا خرجوا بالجيت واتسافوار ديستيناسيون فين تو، و سايتي كونفيرمي جو كروا شفتو في الفيديو بار الواحد الوزير الاميغراسيون بيدو قالك يمضمضو كهما كسوا هما ولا الزين يمضمضو على الفيزا لهنا، دونك ديجا زادو خسروا ورقة أخرى. وبيان سور تو قاعدة تصير قاعدين يحاولوا معناتها التوانسة لهنا باش يلقاو حل كيفاش يجالي ولا لي بيان ولا والفلوس اللي في لي كونت نتاعهم لهنا. بون هذه حاجة. حاجة ثانية، بون السيتياسيون تاع تونس تو، انا جو سوي با ان بوليتيسيان، مي نشوف معناتها نحاول باش نكون لوجيك. اللي صار في تونس انه السرقة هرب كوم نيمبورت كيل سين دو كريم، يلزم فما شكون ينظف من بعد اللي قاعد يصير توا. الجروب نتاعو اللي قعدت واللي شاده توا ماهيش حابه تحكم ولا حابه تشد البلاصه، هما عارفين رواحهم اللي خرفوا وفاتوا 70 وما عادش يصلحوا، دونك قاعدين يعملوا قاعدين ينظفوا، قاعدين توا عندهم لي دوكيمون تاع 23 سنة، لي كريم لي فول لي كونت ديجا، اون بليس يشوفوا في لي فيديو الوراق اللي قاعدة تخرج نتاع ترابلسية، ويتفرجوا فيهم عاد تخرجوا فيهم سير انترنت، دونك ما يلزمش فما دي دوكيمون توب سكريت، ما يلزمش تحصل عليها المواطن، ما يلزمش تحصل عليها ليكيب باش تجي من بعد، دونك شي لازم يعملو يلزمهم يديشاكتيوهم، وهاكم شفتو معناتها بار بروف بارتو ديشاكتيوس قاعدة تخدم والوراق قاعدة تتقطع، دونك تعيطو ولا ما تعيطوش، تاخفو تقرفو ما تقرفوش، سي ان بتيت بيريود باش يخرجو وحدهم. سوف كو جوست كاسيون طون، خاطر يلزمهم يكملوا المهمة نتاعهم اللي هي التسييق، قاعدين يسيقوا توا وينظفوا في لي تراس، و سا سبو سي فور بوسيبل لي بيريود نتاع حظر التجول، لي دوكيمون قاعد تخرج من بلاصة لبلاصة، معناتها مشات كلها ماشية كارتاج اللي هي البنتاغون نتاع تونس، ومن غادي يصير الديشيكتاج يصير ليميناسيون دو بروف. و سي سور برانسون ما ينجمش يمشي لغاديك، خاطر لا سيرفيونس اللي صايره غادي ما ينجمش مدخل، سي با فاز ايفيدون باش يمشي باهي. وحاجة أخرى معناتها اللي هاكا تعطي فلاش للشرطة اللي قالت مع الشعب وما هيش، والآخر يعيط احنا نقول لكم اللي ماناش واقفين معاكم، هم يضربوا مزيان يضربوا بالغاز، دونك شرطة اليمينية ما تمنوهمش، كل واحد تسخيف كلاب، عرفتك اللي يقول لك تسخيف كلاب، كلب هكا يبدا يذوبل
كي وقت اللي جوع يبدا يذوب لك ومن بعد يدور عليك توكل يدور عليك هذاك اللي يصير معاهم وهما تالمو سينس واللي ولات معناتها لافاج سيرفو ولات هكاك السيستم تاعهم ولاو يعيشوا انكونسيامون هكاك يتصرفوا دونك يعض يد تمد له يعضها دونك ماهوش مع الشعب الشرطة ماهيش مع الشعب وقاعد تضرب زيت قاعد تضرب بالغاز باهي بالنسبة للجماعة نتاع الواحد هذوما توا حرتوا فيهم نتوما عندكم مليون خارجين برا في الشارع بربي فماش فيكم دي تكنيسيان في ستاك فماش فيكم دي تكنيسيان في التليكوم فماش فيكم دي تكنيسيان في الـ في الـ في السونات فماش فيكم ما فهمتش انا خيتو فار جربوها كي تحسر في بلاصة تحب تخرج واش تعمل لهم وتشعل النار تخرجوا بالدخان هذيك اش تعملوا لهم قصوا عليهم الضوء والماء والتليفون تو اش مازالوا يعملوا غاديك انتم تعيطوا مسكرين شباب قاعد يسمعوا في الموسيقى الداخل وقاعدين يقصوا في يقصوا في الاوراق وسافوار سي با سي با سور اليوم اخي تو يكون فماش ديبلاسمون فماش موفمون معناتها محصورين لداخل سي سور اير هما قاعدين اير وسي سور معناتها السسمة الوزارة الأولى والواحد اللي هما الكل فارغين معناتها الدوكيمون اللي حاجتهم بهم الكل خرجوهم واللي بروف كل خرجوهم قعدت كان قعد كان الكراسي والتواول دونك تو سامبلومون يفو سافوار فين موجودين وقصوا عليهم الضوء والماء والتليفون حتى باش يمشي التواليت ما يلقاش باش يتوضا قص عليهم الضوء وواحد كومينيكاسيون تقص تليفون كومونسي بار هذا معناتها لي مويان لي بلوز افيكاس بيه فينالمون مش نحكيو على طارق مكي اوصل معناتها شر في تونس معناتها نتفرج في عادل امام في شهر مش في طارق مكي فهمني نعرفش اسكو مرة اخرى كي عملت لي رمارك عليه وليت كذاب وليت نكر وليت عندي مشكلة بيرسونيل معاه او كفما شكون معناتها عنده لي ميم بوينت فيو كسوا من الشعب معناتها اللي يضرب الحجر في الشارع والا ناس معناتها مثقفة فهمتني تشوفوا فيه تو خارج معناتها يعاود في نفس لي رمارك اللي يقول فيهم في الفيديوهات ودايرين بيه كم شاليسيان هذا باش يشد رئيس ومكبش في الاذاعة براس امك انت خايف اما اذاعة انت ماشي لها تو باش تمشي انت قاعد سخف الواه ماشي ما فهمتش الواه ماشي الاذاعة انت تو مش قاعد فيق اش قاعد يصير في تونس ما قدش تمشي وزارة الداخلية ما قدش تمشي للقصر ماشي الاذاعة اش تعمل فيها إذا عاش حاطين كاميرا واحدة تحكي في الأخبار تحكي على الأخبار متاع مازال زين هنا حتى الديزانفورماسيون أجور ما فماش وشكون قاعد يتفرج في يتفرج في الإذاعة متاع تونس اللي يسمع فيها الناس الكل في الشارع وانت نشاد مكب باش نمشي للإذاعة باش نمشي للإذاعة من برا هاك مشيتش ساعة من الإذاعة وبعد حتى كان مشيتش باش تعمل فيها الإذاعة هلا هما باش تعمل دوموند باش تدخل تخدم غادي محلل سياسي با بلوس كو سا تو انت معناتها باش تسد الإذاعة وباش هاكا معناتها باش تعمل انقلاب باش تشوف انت باش يوريوك في التلفزة والناس الكل باش تتفرج دي زيكرون في السماء وانت باش تعطي خطاب للشعب وان بلوس سا حتى تخلي تو اربع يسناو فيك معارضين اخرين تو انت معناتها عندك الاغلبية تي عندك هاكا مش فروخة دار لي ما يجيوش في ليسي واحد يضحك عليك وما يسألوا فيك في أسئلة واللي يسألوا هم لك واللي جاوبت عليها مقبل في الفيديوهات وانت جاي ما عندك و يا فهمت فاهم مهبول تعيش ولا ذيك أحد نيتك وفي اللي دوكا ما مصلحش بس دي رئيس دونك وانتر بارانتيز جماعة اللي كان مرة أخرى اللي عملت رمار اللي عملت الفيديو سابوني ما خش بش نجمو تسابوني اللهم تحبوا تسابوني فاس فاس بفيديو خاطر مش نخلي تعمل مش خليكم تعمل مش بلوكي كومنتير مرة هيد دونك بالنسبة للوضع في تونس واضح سي بيريوديك الناس قاعدة تنظف في الواحد تنظف في الدوكيمون وكاو باش يكملوا الميسيون نتاعهم اخر ميسيون باش يخرجوا دونك زايد تتكسروا في ريوسكم وزالي فوار معناتها التون فا بروفي سا بيانتو تتشوف معناتها ماخذين وقتهم عندهم عندي للتون باش يكملوا
يتخلصوا من اللي بقيت لي دوكيمون لي بروف لي موجودين، خاطر ماهيش هذه ورقه نتاع ضو ولا ورقه نتاع ما، هذوما دي بروف نتاع دي كريم، انت كريم صايرين نتاع سرقه كبيره نتاع دي بروف لي فريمون تصير تخلي تصير تبعات انترناسيونال. دونك يلزمهم ما يخليش حتى تراس، خاطر سي سور لي يشد في بلاصتهم ماهوش من ليكيب نتاعهم، سيتان واحد معناتها انسان ضدهم دونك، ولا ايكيب ضدهم، دونك يلزمهم ما يخليوش حتى تراس باش يتبعوهم بيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.